كمان سيد الرئيس امبارح خلال الجولة التقى عدد من المواطنين اللي تصادف وجودهم أثناء الجولة، واتكلم سيادته معاهم بمنتهى الود واللطف، واستمع كالعادة لأحوالهم المعيشية ولطلباتهم ووجه بتنفيذها على الفور. كما التقى سيادته بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء الجولة. فيكشن المارس معلم منك وتبع رئيسنا طول العمر، وانت طيب وانصرك ويفاديك. أنا عندي 63 سنة، ربنا يديك الصحة. عايزة تركيب عين؟ عيني وفضل 25 مسمار، عيني ما خدتش ولا عربية طبعا مع وكيل. وعليا تفضلوني البشر وعليا ايجار للشقه، يا ريتك تخلصني ايجار لاني دي مش باسم الشقه، انا شارياها من ابويا السيد، ده العنوان بتاعي في الشقه. ايه تاني؟ وسلامتك، انت حبيبنا ومالناش الا انت، وطول عمري ان انا نفسي اشوفك. وانا سعيد الله يرضيك، الله يبارك، الله يكفيك شر المرة. مش عايزه حاجه تاني؟ عايزك تخلصني ايجار الشقه، كل اللي انت عايزاه. وعايزك تعمل لي عيني وتجيب لي حراميه مش بقدر امشي اصور معاك. ما احنا صورينا صورنا.